بسم الله الرحمن الرحيم كان في نكته لسه وانا هسجل الفيديو على طول ان في واحد في مقابلة التوظيف بيسالوه انت بتعرف انجليزي ولا فرنساوي؟ قال لهم ماندي قال له ماندي يعني ايه؟ قال لهم الاثنين المهم يعني الانجليزي كنت يعني في مصر بقى عمال ذاكر انجليزي وبتاع و... وبطلع حاجه كويسه في المدرسه وكده اول يوم نزلت قطر كل ما اتكلم مع حد أه لا انا نفس شو حاجه في الانجليزي دخلت الاتش ار عملت زي مقابلة التوظيف ديت ف هم بيتكلموا بطبيعيه انما انت في مصر بتكلم صحفك هاور وحافظين الاسئله يعني حافظ انت تقولها له يور نيم هيقول لك ماي كذا وير ار الاسئله خلاص هم كم كلمه احنا حافظينهم وفي مصر احنا بنحفظ الكلمات ما بنحفظش جمل ما بنعرفش نكون جمل بس حافظين كلمه كم كلام كده فلما بيتكلم بسرعة معاك بتلاقي نفسك هنكت وبعدين بقى تقعد تقول هي وشي وات ووز ولا وير وتلاقي الراجل نام منك وبيتكلم في موضوع تاني والتالت وانت لسه في اول جملة من نص ساعة فكان موقف بايخ وبعد كده طلعت فوق فلقيت واحد كده اول واحد هندي انا هو بيتكلم بسرعة في حروف كتيرة مش موجودة ف ها عملت كده زي احمد شفيق فبعد فتره كده الحمد لله ربنا كرمني وتعرفت على واحد مصري محترم جدا معاه في القسم يعني اسمه خالد كوكا فكان كويس جدا في الانجليزي ونصحني كده كان نصيحه بسيطه جدا وسهله جدا فادتني كتير ما بقولش ان انا برفشنا في الانجليزي والا كنت عملت الفيديو بالانجليزي لا انا لسه ببتدي ولسه كل شويه بتعلم حاجه حلوه بس هو ده النصيحه جميله جدا الصراحه اول حاجه قال لي ما تشغلش بالك في ان انت تقعد تعمل ووز ووير والحاجات دي كلها لان اللي قدامك هو بس عايز يفهم انت عايز ايه ف انت ما تشغلش نفسك بال بال بالقواعد والجرامر وتقعد تمسك كتاب وتراجع على ما ترد لا مادام دام في محادثه اتكلم بطبيعتك خالص المهم ان المعلومه توصل للراجل هو الراجل مش بيعمل لك اي حاجه انا اتعاملت مع عشرات الانجليز واتعاملت مع كتير جدا تقريبا هم اتنين اللي كانوا بيحبوا يتنكوا شويه ولا ده المفروض قال ووز ووير والحاجات ديت لا انت هي اوتوماتيك كل حاجه بتصلح معاك يعني الضماير والحاجات دي كلها اوتوماتيك مع المحادثه بتصلح لوحدها تمام الحاجه الثانيه برضو انا سالته انت ازاي كويس جدا في الانجليزي كده انت خدت كورس فين انا هدفع كل انا اقدر عليه بس ابقى كويس في الانجليزي ازاي قال لي بص انا ما خدتش ولا كورس في حياتي ولا رحت اي مكان ولا الجامعه الامريكيه ولا الكنديه ولا حاجه من الحاجات دي انا كل اللي انا كنت بعمله ان هو كان بيتفرج على الافلام بترجمه انجليزي او من غير ترجمه انا كنت متخيل الموضوع شبه مستحيل آه فهو قال لي لا طب تعالى نجرب كده نتفرج على فيلم، قلت له انا بص انا انا حلو قوي أو بفرج على اي فيلم انجليزي وافهمه بس يكون في ترجمه بالعربي. قال لي لا ده احنا هنتفرج آه على فيلم ذا آه تيرمينال. الفيلم <applause> ده قصه حقيقيه <applause> واحد ايراني آه اتوقف في في صاله الاستقبال في مطار وقعد 16 سنه لان هو كان حصل الثوره الايرانيه فهو ممكنش عارف يدخل ولا يخرج. بعد 16 سنة في صالة المطار لحد ما الأمور اتصلحت وعرف يرجع بلده. <applause> ففرجنا فعلا على الفيلم وكان مثلا في جملة مثلا كبيرة ما نفهمهاش يروح موقفها ونجي اسمها تاني والحاجات دي كلها. فهي الفايدة من الفيديو ده كله إن أنت حاول تتفرج على فيلم كرتون سواء بترجمة إنجليزي أو بترج أو من غير ترجمة خالص. الترجمة العربي أنت بتقرا الكلام فمخك تلقائيا ما ما بيسمعش. تمام؟ او ما بيركزش في السمع لانه خلاص فهم الكلام بالعربي انت ممكن بدايه تدور على فيلم انجليزي تكون سمعته بالعربي وحفظه انا في افلام مثلا زي الاسد الملك ليون كينج ده انا حافظه بالعربي ممكن اسمعه لك حفظه, حفظه يعني لما كانش في فيلم غيره ساعه لما جبناه على الكمبيوتر فكنا ليل نهار هو ليون كينج ليون كينج ليون كينج وبالذات الجزء الاول اللي كان صوت محمد هنيدي فانت ممكن تجيب فيلم يكون انت حافظه بالعربي وتقعد تسمعه مثلا بالانجليزي من غير ترجمه هتلاقي بدات الخلايا المسؤوله عن الترجمه في العقل تبدا تشتغل فتبدا اوتوماتيك بعد كده انت لما تقابل اي حد انجليزي هتلاقي الكلام بيتفلتر هو الراجل الانجليزي ده انا الراجل الهندي دوت في الاخر عرفت ان هو كان بيقول لي ان هو اسمه زي اسمي هو اسمه عمر خين زي ما انا اسمه عمر هو اسمه عمر خين فحاول تنزل افلام انجليزي وبالذات افلام الكرتون لانها بتبقى بطيئه ما بتبقاش بتتكلم سريعا وما فيهاش مشاكل خالص بالنسبه للناس اللي معترضه على بعض الحاجات لا ان شاء الله تلاقي افلام كويسه جدا افلام الانيميشن ممكن تكون انت مثلا مهتم بالافلام القتاليه بالافلام الافلام بعد كده واحده واحده ما تحطش ترجمه عربي لا اما ترجمه انجليزي لا اما غير ترجمه لا اما تسمعه ثلاث مرات مره بترجمه عربي ومره بترجمه انجليزي ومره من غير ترجمه بحس تمرين صعب واخد منك وقت بس <applause> هيخليك قوي جدا في الانجليزي كان خدت كورسات وحاول تردد مع الراجل يعني ممكن مثلا تسمع جمله وتروح موقف الراجل قال ايه؟ قال I will خلاص تبدا تقولها فلسانك ياخد وتلاقي تلقائيا بدا انت تلتزم بحكايه ويل ولا ود ولا كان ولا كود ولا ووز ولا وير كل الحاجات دي هتظبط معاك لما تسمع حاجات بالانجليزي وربنا ييسر ان شاء الله وتستفاد من العلم دوت وتبدا تترجم وتفيد الامه